عودة في اللقاء مع الأستاذ أحمد الورغمي. مرحبا بك مجددا. مرحبا. كنا نحكي على معاناتك وعلى إقامتك في فرنسا الآن 31 سنة من دون إقامة ومن دون ما ترجع لتونس، وما تسبب لك في من معاناة وحرمان من أهلك وأولادك وضغط على زوجتك للطلاق، يعني فحياتك سامحني في الكلمة تحطمت. نعم. باهي يا سيدي، جاءت ما يسمى بالثورة، و يعني ربما كان هناك بصيص من الأمل لك، لأنه أنا أتذكر تكلمنا في التليفون وكنت كلك مليء بالأمل وأنه سي مشكلتك باش تحل. كنا نتمنى. وين وصلنا؟ وصلنا لأن اتصلت بهم الكل، ولما وصلوا باركت حركة النهضة كمعارضين، احنا كنا في المعارضة وبعد هم في الحكم، يعني أغلبيتهم الكل يعرفوني، القيادة الكل تعرفني، من راشد لأي واحد فيهم الكل يعرفوني وكنا عرفهم. شنو راشد أخي نديدك؟ ما فما احترام الكبير واحترام. أنا ما نحترمش، أنا شيخ. راشد اسمه شيخ، لأن أي جامعة أي جامعة خرج منها اللي هو شيخ، هو أستاذ متاع فلسفة وليس شيخ متاع دين. هو سامحني عاد توا هكا تتعدى شوية، هو هو الراجل كاتب كتب في الفلسفة. إيه مرة كاتب كتب يعني حتى يكفي هذا، يعني رجل عالم بهذه الشؤون ومعترف له من كل علماء الإسلام. يعني ما أنا ضد مشيخ، هذه ما تجيش، ما هو شيخ سي راشد، الأستاذ راشد، أما الشيخ هذه ما نقبلها. نتجاوز هالجزئية، نقولوا الشيخ إلا على عالم، نتجاوز ما هوش عالم، هو منافق بيتم معنى الكلمة، وينجم يقدم بي قضية وأنا عندي عليه برشا حاجات. المشكلة لما يوصل إنسان مسلم لدرجة الحكم يفكر إلا في شيء واحد، هو كيفاش يحارب الظلم ويحارب الفساد ويحارب أعداء الدين ويحارب الأخلاق اللي فزت بها ووصلت بها الشعب التونسي. وكانوا غلطوا فيهم، الشعب التونسي كان عنده أمل كبير أن النهضة باش تنظف، أن النهضة ناس صالحين، أن النهضة رضي الله عنهم وأرضاهم، أن النهضة مش لهالدرجة. ما لا. أنا سامحني نعاود لك عبارة كنت نسمعها في ذلك الوقت، كان كنت نسمع الناس اللي ما ينتميوش للنهضة وما يستعرفوش بالنهضة يقول لك على الأقل يا سيدي في آخر النهار يعرف ربي ويتوب وإن شاء الله يسهل فينا. مش الفايدة في يعني التوبة وفي آخر النهار، الفايدة اللي تعمل اللي تعمل. هما يا سيدي نخلوا أنا من الأول مرة قوية عليهم، بعد ثورة قوية عليهم البلاد اقتصاد مش بركة البلاد، فما ضغوطات دولية، ضغوطات دولية يعني. ما ننسوش الشيء هذايا، وهم منهج مسلم صعيب عليهم وكل، لكن يا أخي على الأقل شديت المفسدين اللي ضروا حياة التوانسة كاملة، حطيتهم على جهة. هم رفضوا قانون اللي تجريم التتابع مع إسرائيل، رفضوا قانون اللي فوق الستة، يعني فوق 76 سنة، 75 سنة بس الباجي وغيره يولوا رؤساء. رفضوا يا أخي راهو مهازل كبيرة، رفضوا ما قانون تحريم الخمر، يعني تحريم الخمر. نعم. تحريم الخمر كيفاش وبعد ربع ساعة باش تمشي تصلي؟ أي نفاق يعملوا فيه، أي نفاق. أنت بالأغلبية كنت رخصوا في الخمر، احنا نزيدوا نطلعوه، الخمر يسوى دينار نحطه يسوى 50 دينار باش على الأقل تنقذ، لأن وراء الخمر باش تكثر الزطلة، باش تكثر مصائب كبيرة، الموبقات كلها، وبعدين باش توصل الشعب، باش يوصل إلى الهلاك. أنا حقيقة الآن نحمد في ربي على الوضع اللي وصلوا الباجي والغنوشي للفسق والفجور والفساد، أن ربي ما ضربش تونس بزلزال ولا بأي حاجة، هذا فضل من عند ربي، لأنه يشوف في ناس صادقة في تونس. باهي خاطر عنا برشا حديث باش نقولوه والحسب كلها نصف ساعة. كيفاش أنا هذه هي. طيب أنت لما كيفاش اتصلت مسلمين يتحطوا مع الباجي، واحد ما واحد صليبي، واحد عدو للدين. أنت قلت الكلام هذا، أنا ما نعرفوش الكلام هذا، سامحني. أنا التقيت بالباجي قايد سبسي وأجريت معاه لقاء وشفت الراجل يتعامل مع القرآن، وهو نفسه قال لي يوميا أقرأ ورد من القرآن. يعني أنت لست رب حتى ولست مطلع على قلبه يا نعم. أنا نعرف الباجي من سبعة ومن أنت مطلع على قلبه الراجل تعرفه من 65 يعني. سامحني باش نوري لك حاجة في 65. أنا الباجي مجرم،
أمرنا أن نحكم بالظاهر. نعم. الراجل قال لك أنا مؤمن ونقرأ القرآن يوميا. أنا أقول لك يكذب. هذا أمر يخصه. هذا أمر يخصه. أفعله يكثر. هذا أمر يخصه. سامحني. تونس ما هيش في حاجة بعد الثورة. إحنا ضحينا عليها وليس الباجي ولا مجموعته. هذا كلام آخر. هذا ممكن نسمعه منك. تونس عندها رجال في كل مكان. وين هما هالرجال؟ موجودين. وين هم؟ لو يلقوا شكون يساندهم يوصلوا في تونس. ولكن ما فماش كون يساندهم لان الخمارات العربيه تعطي المنصف المرزوقي، الاخرين يعطوا للنهضه تعطي للنهضه، الاخرين يعطوا الكذا. المنصف المرزوقي قال لك ما ياخذش حتى فرنك من الامارات. لا ياخذ في الامارات وهو عندك دليل على هذا انت؟ الامارات لا هو علاقاته معروفه بقطر وليس بالامارات. كل 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 يخدموا لمصالحهم في دوله اقوى منهم واكبر منهم والشعب التونسي اثقف منهم. يخدموا الكل. باهي اعطيني خلينا نوصل. وصلوا لسدة الحكم وطلبت منهم باش يعاونوك. نعم. لانه كان الامر بسيط. كان مثلا على سبيل المثال بعثت لهم ينجم يقوم سامحني. نعم. كان بابسط الامور رفيق عبد السلام وزير الخارجيه. نعم. يتصل بسفير فرنسا ويطلب منه كخدمه وانه وضع المزري لاحمد الورغمي ساعدونا فيه. هذا امر بسيط. بعثت له في الوزاره، بعثت له في الخارجيه وشكرته على ان الحمد لله الان احنا المسلمين اللي والمعارضين خاصه المعارضين اللي كنا ندافعوا في ثمن ضد الظلم اللي كان متاع بن علي، ضد القمع، ضد الارهاب، ضد كل شيء. بعثت له رساله وشكرته فيها وقلت له راني انا مضرور في فرنسا واغلبيه ولو انا ممكن أن رفيق عبد السلام يعرفني وقت اللي كنا نكتبه في تونس نيوز. مش مهم شني ما هو الرد لأنه عندنا وقت نكتبه مع بعض لكن ما يعرفنيش مباشرة. مش مشكلة. لكن قلت له اسأل يعرف النهضة كل يعرفوني. نعم. اللي كانوا في باريس وغيره. عامر العريض يعرف حسين الجزيري يعرف كلهم يعرفوك. أيوة. ما ردش علي عامر العريض. كلمتوش يعرف قصتي كاملة. إذا كان هو اللي كان لي هو عضو مجلس النواب يعني كان ينجم. هو اللي ضرني وحسين الجزيري والكل 97 والملف نتاعي تلوح وما كانش في اللجنة. يعني ما توجهت لهم. نعم. باهي سؤال سؤال يعرفوني. أنا نعرف أنك أنت عندك معرفة شخصية وعندك مزايا على محمد المنصف المرزوقي وهو رئيس دولة. نعم. وجاء واختب مع هولاند في مجلس النواب الفرنسي. نعم. كلمتوش؟ كلمته مباشرة مباشرة ما بيني وبينك. أيوة. وقال لي شنو سيد أحمد ما روحتش؟ قلت له لا ما روحتش. أيوة. راهو مشكلتي مازالت هي الأوراق. وعطيته جواب. جوابه وهنا نجم نوريهولك. أيوة. أعطيته جواب الأخ المنصف الحمد لله تو أنت رئيس تونس ومعروف بشرحت وضعك يعني حاجة. هو يعرف وضعك لما حالة ومعاه اللي هو كان يدافع عليا هنا وما دافعتش عليا النهضة قطع النظر. دافع عليا كمال الجندوبي الشيوعي الملحد وما دافعتش عليا النهضة في أكثر من 25 مرة يشدوني الفرنسيين ويحبوا يسلموني البن علي. يدافعوا عليا المعارضين الجمعيات الحقوقية اليسارية والمعارضين اليساريين. نعم. هذا احقاقا للحق. نعم. وفي عفوا لكن لازم ما نجمش خليك تتكلم هكا. علاش؟ نعم. لأن المعارضة الحقوقية اليسارية في فرنسا كانت نافذة على عكس الإسلاميين. لا ولكن لما ما المفروض كالنهضة صحيح ولا لا لما تكون معاه صحيح ولا لا لما تكون معاه. نعم. يوقفوا معاك ويدافعوا عليه. إيه كيف ينجم؟ لكن كي ما تكونش معاهم وانت مظلوم علاش تدافع على شيوعي شدوه وعلى ما تدافعش على مسلم يدافع عليكم وعمره ما وقفوا معايا. ايوه. ولا مرة النهضة وقفت معايا في فرنسا في اي حاجة. باهي المرزوقي وزيت وقت اللي قابلت المرزوقي قلت له سلمت عليه بحرارة تامة وكان معاه الأخ وقتها مستشار خالد بن مبارك اللي هاي. نشهد له أنه كان في فرنسا يتكلم في أغلبية اللي شدوا وزرة من النهضة. بالله ما كانوش ما تعملش دي ديجريسيون. نعم. يعني تخرج هكا على الموضوع. ما كانوش. أيوة. يتكلموا كانوا أربعة من الناس. أعطيني شنو رد المرزوقي؟ احنا نحب نوصل احنا الهدف من الدعوة بتاعك اليوم هو كيفاش نلقاو لك حل. فالمرزوقي وقت اللي هو رئيس دولة جواب. نعم. قال لي ما روحتش؟ قلت له لا ما حبوش يعطوني الأوراق وهذا الجواب ليك. هزوا أعطاه. قال لي باهي شنو المطلوب مني؟ قلت له المطلوب حاجتين الساعة قبل
وزاد حتى خلاء وقت معك معنا يعني لا خلاء وقت معايا كصديق كان يقعد بجنبي اي صحيح معروف معروف نعملوا في المظاهرات ولا في اجتماع كان يقعد بجنبي كنا مع بعضنا الكل نعم فقال لي شنو المطلوب احمد قلت له المطلوب حاجتين اول حاجه مرتي اللي طلقت وتعذبت في مدنين وطلقوها لي غصبا عني انتقام مني فقلت لسي محمد تستدعى اول حاجه تستدعي مرتي واولادي وتعمل لهم رد اعتبار باش اللي يشوفوهم في مدنين ان المراه هذه كانت تتعذب خاطر راجلها كان معارض وترجع للعائله هذه اعتبار هذه النقطه الاولى الحاجه الثانيه اللي قلت له تستدعي سفير فرنسا وتقول له السيد احمد الورغمي هذا المناضل احمد الورغمي الثوري احمد الورغمي اي حاجه باش تقولها رانا نعرفوه لا ينتمي للارهاب ولا ينتمي حتى الحزب ولا ينتمي حتى المجموعة ما أنا يحلو لك مشكلتك أنا هذا السيد رانا نعرفه ونعرفه السار سامحني بالله ونعرفه الأسباب علاش ما تحبوش تعطوه الأوراق إيش صار ما عمل حد شيء عندك دليل عندي تتهم دليل في الراجل اللي هو ما عمل حد شيء بالك حاولوا الفرنسيس ما جاوبوش لا لا ما سامحني لا سؤال لا ما عمل حد شيء أنا هنا كلمت خالد أنا هنا باش نسأل كلمت خالد بن مبارك أيوة شنو اللي عمل منصف وكيفاش باش تعملوا خالد بن مبارك استدعى شخصيا وهو في القصر استدعى ولدي عبد الحفيظ الورغمي في القصر وقال له تو نشوفوا واش نعملوا معاكم وقت اولادي طالبوا في مدنين مثقفين باك بليس سات وباك بليس سانك وباك بليس كات عندي اولاد مثقفين صلي على النبي الحمد لله وعلى الاقل يوقفوا معاهم يخدموهم يا سيدي انا ما قدمت لله وقدمت لتونس وما اولادي ما حبوش يوقفوا معاه استدعاه لكن لا حياه لمن تنادي بالاسلام عاودش قبلت المرزوقي ولا كلمته فيما بعد زدت بعثت فاكسات ايوه للقاسم باش يقراهم ويوصلوا ما عمل حد شيء حقيقه خرجت على النطاق نتاعي والغضب رجعت حليمه لعادتها القديمه لعادتها القديمه وبعثت له فاكس اللي هو والله يعني هذا هو الفاكس الذي ارسله احمد الورغمي الى الرئيس منصف المرزوقي بصراحه ما نجمش نقراه لانه كلام زايد اكثر كبير من الكلام هذاك كنت نقوله لسيد بن علي نعم ف يعني لا فائده ف أنا عملت وهل فيك تتوقع وانه انت بعد ما تبعث له انا عملت فيك زوز مزايد مثلا أيوة سندتك ايوه في كل مصيرك من 94 وانا نساند فيك من 94 نساند فيه هو كان يحلم ما خاطر هو مهبول كان يحلم باش يولي رئيس وصل لرئيس صح عليه كان يحلم باش يولي حاجه كبيره شخصيه عالميه ما يهمناش في الشيء هذا نتمنى من اي تونسي اعطينا ولي. انت تو الان لما انا دفعت عليه سندته كتبت فيه مقال والله وكانه من الوحي ربي سبحانه وتعالى حتى العنوان نتاعه نوري لك العنوان الدكتور منصف المرزوقي رجل المرحلة لتونس بدلا من الدكتاتور بن علي الذي خربها المقال هذا كتبته في 2001 في 2001 المقال هذا يولي بن علي اللي خرب تونس بعد 11 سنة 2001 أنا نكتب المقال على منصف المرزوقي الرجل المرحلة وبعد 2011 يكون منصف المرزوقي رجل المرحلة وبن علي يهرب لأنه خربها تونس لكن ما عمل لي شيء حقيقة ما عمل لي شيء هذا ما خلاني كيفاش ما عمل لك شيء سامحني 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 أنت في بداية الحلقة كنت تقول بن علي وأعطيتني الحجة ها هي تقول بن علي بعث لك شكون باش يقتلك وهذا رقم السيارة رقم السيارة يعني اللي هي يعني 73-06 تونس 95 نعم. وتقول لي بن علي ما عمل لي شيء لا مش بن علي على نحكي على منصف المرزوقي ما نحكيش على بن علي نعم بن علي بعث لي هيا بعث أربعة بوليسية واللي يحب يتعرف على نهار 7/2/2001 يمشي المركز البوليسي نتاع سانتوا يلقى الان منصف المرزوقي اذا علاقتك نتنت معاه بالتونسي لا بطبيعه الحال مش كان هو
كلهم الكل نتنتا معاهم ما خليتش للصلح ما خليش لان اي صلح وقت باهي خليني نسالك سؤال سي انا في معاناه انا نفهمك انا نفهمك ونعرف وضعك انا في معاناه انا ما نخدمش انت تعرف اللي انا نعرف وضعك نعم بارك الله انت فيك. يعني قاتلينك لا عندك الحق تخدم لا عندك ولا الحق في إقامة ولا عندك حتى حقوق انت انسان غير بصفه غير شرعيه موجود هنا الناس يرحم والديك ووالديهم يعاونوا فيا باش نمشي ناكل بحذاهم او ساعات بعض التوانسه اللي يعرفوني اللي كنت مناضل لا ناضل غيره في الفنتيام وين موجود التوانسه كانوا يعرفوا حمد الورغمي اللي كان يحرض لاسقاط بن علي بالقوه حمد الورغمي اللي كان يبعث في الفاكسات بن علي حمد الورغمي اللي كان يسب في جماعه التجمع والعصابات الكل كان يبدو يتبعوا فيا وبعدين حتى ولوا يهزوا فيا مخابرات الفرنسويه ويقولوا لي اخدم معانا عندك تسجيل نعم نعطوك الاوراق نجيبوا لك مرتك نجيبوا لك اولادك نعطوك الفلوس انا رفضت انا رفضت حتى ل 2005 من 94 ل 2005 والمخابرات تهز فيا نقعد بثلاث شهور ونقعد بالشهر عندهم ونقعد بالعشر ايام شنو الحل اليوم شكون اللي نجم يساعدك اليوم هو سفير فرنسا وسفير تونس هنا بامور سياسيه اللي انا جاي أمور سياسية هو يمثل تونس سياسيا أنا سفير لكن بالله باش نسألك سيدي أحمد يعيش إيه على النقطة هذه بالذات خليني ناخذ معك ورد كلمة تفضل أنت وقت اللي تجي رئيس الدولة الحالي وتكفروا وتسبوا ما نستعرفش بيه سامحني كيفاش تحب سفير الدولة اللي يمثله لهنا يعاونك يمثل فما منطق فما منطق أنت خارج على المنطق تماما أنا ما يمثلنيش الباجي ما يمثلنيش هذا واحد من الأنظمة من أزلام متاع اللي دمروا لي حياتي واللي كانوا دمروا حياة الشعب التونسي أنا لا يمثلني الباجي باجي عدو باهي شكون اللي شكون يجي شكون رئيس لو النهضة كانوا مسلمين ما جيش رئيس ينبطحوا تحت داخلين التجمع في إيمان الناس ينبطحوا تحت التجمع وينبطحوا تحت الفساق ويذروا التوانسة ويذروا بالملايين اللي ولوا فيلات فخمة وسيارات ضخمة وتكبر ما تكلم استغفر الله ممكن تكلم ربي وما تكلمش نظر هو ربي يكلمه خمسة مرات في النهار الحمد لله ربي يكلم فيه أنا أكثر من خمسة مرات أنا ساعات الحمد لله نقوم الليل باش نبكي قدام يد ربي الحمد لله صاير لي نتحرم من مرتي وولادي في تونس اليوم 28 سنة ما نشوفهمش من جرة النهضة اللي دفعت عليهم ودفع الثمن نتحرم زادا من مرتي هنا مغربية وعندي زوز بنات اليوم 10 سنين عليه ما لهنا 10 سنين شكون منعك في فرنسا باش تشوف لان الظروف وبعدين هي بعيده في 150 كيلومتر ما عنديش انا باش نقعد نزرتي كل مره منقز باش لاغمي راجل كبير باش نمشي نشوف بناتي في 150 كيلومتر كذلك بدون اوراق لازم تتوقف ما في اي لازم نتوقف ولو الان ما نقدروش يكلموني لاني عندي البروتكسيون عندك اللجوء السياسي عندي ما حبوش يعطوني السسمة ذي الكارت سيجور بطاقة الإقامة لأني حقيقة نقولها ونعاودها ولو نتضر من أجلها ولو أني ديجا أنا مضرور أني رفضت معناها أنت تو بالعربي بمنطقنا بس نكون عميل بمنطقنا ما عاد عندك ما تخسر ما عاد عندي ما نخسر أيوة ما عاد عندي ما نسب الناس الكل ماهوش منطق راهو ماهوش منطق لكن يفرج عليا بالنسبه لي انا يفرج عليا اي هو ما فرجش عليك هاك 30 عام وانت تعاني على لسانك انا لو كان ما نسبهمش ممكن نتفجر في اي وقت ممكن تصير لي جلطه ممكن اي حاجه لا حول ولا قوه الا بالله فنقولوا كلمه حق انا فرج على قلبي بسرعه ننهي الموضوع لانه نحب نسالك بعض الاسئله على زملائك اللي كانوا معاك في المعارضه مالوروزمون بسرعة لو سمحت انا عمري هاي معناها ثلاثة عمري ما تشديت معناها ما عندوش حتى حكم وما عنده حتى شيء يقولوا 2011 أيوة. ما عندي حتى شيء معروف انت في شيء اس انت انسان في شيء اس يعني على خاطر رفضت ما باش نكون قوات ما عندي حتى طيب انتهى الموضوع اذا انت الحل تهديد. اليوم مع فرنسا وعندي تهديد وين هي جمعيات حقوق الانسان وين هي الجمعيات اللي تدافع على المهاجرين بدون وثائق يعني وين هم الناس هذوما اليوم؟ أمور سياسية تتحل سياسية فرنسا إيه لكن أنت يا سيد أحمد خلي للصلح باب يهديك ربي خلي للصلح باب أقول لسانك ما هنيكش شنو اللي عملته أنا لفرنسا شنو اللي عملته تسب في الناس كل أنت ما ق... ما 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 عملت ما خليت حد ما سفيتوش فرنسا ما عملت حتى شيء ما يمنيش فرنسا ما دخلهاش ما بيني وبين بلادي لا دخلها فرنسا عندها مصالح مع بلادك عندها مصالح مع بلادي وقت اللي نمثلها مصالحها ما مسيتش أنا نظام في بلادي فاسد
إرهابي. يعني احنا خرجنا من نظام فاسد دخلنا في نظام آخر أفسد. فاسد أفسد والله العظيم مليون مرة بن علي خير منهم، خير من الباجي وخير من الغنوشي وخير من الحكم لهالدرجة. لهالدرجة أنا اللي هددت بن علي بالقتل. طيب إيش قولك يعني هذوما مش يسمعوك أكيد. هو بتاع اللجوء سمحني. لجوء هيا من لوف برا. ايه عرفنا ما غير محتاج. أنا يسمعوك الناس اللي كنت معاهم أنت تناضل معاهم كيما مثلا عبد الوهاب الهاني، كمال الجندوبي، منذر الصر، عبد المجيد بودن، سليم بقة وغيرهم، خميس الشماري، الكلهم كلهم يعني تعرفهم ويعرفوك حق المعرفة. أنا لكن بش نشكر إنسان. سامحني لكن بش نشكر إنسان وأنه تونس. نعم لكن بش نشكر إنسان ونقولها، نشكر كمال الجندوبي. أيوة. ناضل ياسر عليا ودافع عليا وتكلم عليا بكل صدق. نشكر الدكتور زادة منذر الصفر اللي عمره ما خلاني طيلة 20 سنة متاع بن علي، وهو يدافع عليا ويساند فيا ويعاون فيا، واليوم مسكين هو يعاني. نعم ما عملوها له من بيه. ونشكر خالد بن مبارك، ونشكر لويزا توسكان، مرأة معروفة اللي حقوقية حتى النهضة ما شكرتهاش، اللي كانت تدافع لهم على نساهم وتدافع عليهم وتساهم. شكرهاش منصف المرزوقي موجاب بعض المناضلين إلى قصر قرطاج. يا أخي هو منصف المرزوقي شكر حتى النهضة اللي حطته على الكرسي. يا أخي النهضة اللي حطته على الكرسي شكون اللي حط منصف المرزوقي؟ يا أخي منصف المرزوقي جي رئيس، النهضة حطته على الكرسي والنهضة اللي جبدت به. ها النهضة هي اللي تسير في البلاد في تونس بالفسق الموجود، وكنا نتمنى أن يهديهم ربي ويصلحوا ما يمكن وينحوا الفساد. هذا اللي طالبهم الشعب التونسي. أما أولادنا تموت في البحر من أجلهم هم، باش يتمعشوا مع الباجي ومع نيدال الفساق ومع محسن مرزوق الصهيوني ومع الكل. هذه مصايب كبيرة ياسر يا أخي. ناس احنا ناظلنا الدم متاعنا، ناس ماتت في السجون، ناس ماتت تحت التعذيب، ناس ما خذتش حقها حتى في النهضة، اللي منتمين للنهضة ما خذوش حقوقهم في تونس. هاو الناس يتكلموا عليهم في البلاد وأنه فلسوها بأخذ الحقوق. هم اللي فلسوها الأربعة من الناس اللي هم شدوا الحكم. يا أخي نور الدين سسمو هذا، بالله لا ذكرى لأسماء إذا ما عندكش إثبات فيدك. لا عندنا الإثباتات. يسد يا أخي نور الدين البحيري كان مناظر، كان في تونس يتمعش من بن علي. أنا ما نعرفوش كنت معاك لهنا. أنا ما نعم صحيح يعني كان يتمعش في تونس، كان في تونس يعيش وكان. طيب معنا كلهم ما عادوش مناظرين. سامي نعم. عبو ومحمد عبو راجلها هذوكم يعني. هذوكم أنا اللوم عليهم حقيقة. أنا وقفت ونوري لك مقالة موجودة هنا. سحب نفسه أنا مثلا نعم. عبو سحب نفسه كان وزير وشاف روحه من الجميع. نعم هذا كان إنسان ثوري وإنسان راجل وإنسان حتى مرته نشد يعني بمرأة قدمت قبل بن علي وبعد نعم. بن علي نعم يعني فما ثوريين اللي وسهام بن سدرين اللي عرفناها لهنا. والله منافقة والله من كبار المنافقين. والله تلعب سهام بن سدرين تعرف قضيتي من آ زد. لو كان تمشي لسهام بن سدرين اللي أنا دفعت عليها وعندي مقالات ترجع لهم دفعت عليها. لو كان تمشي لسهام بن سدرين وتقولها تعرف يا أحمد الورغمي تقولك ما نعرفوش. هذا منكرين كل نهضة كلكم نكرين. حاولش تتصل براجل غنوشي شخصيا؟ لا أنا بعثت لهم فاكسات حقيقة، بعثت لهم حبيت نتكلم معاه ما حبوش يعدوه لي عدة مرات. بعثت فاكس عطوه للسي راشد راني في وضعية كذا وكذا ونحب نروح ككل الناس باش نشوف مرتي وولادي وكل حاجة. باهي عندي ليك اقتراح. عندي ليك اقتراح. اليوم عندنا نواب عن الهجرة وبصدق سامحني خليك رزين شوية. لا إن شاء الله نكونوا رزان. خلينا نخفناهم. يا ودي خليه يسكت شوية. باهي يا أخوي تفضل. شو كما تسكتش أنت لساني ما خلانيش أسكت. هذاك لسانك اللي هزك للهاوية. لكن هذا هو الحقيقة. سامحني مثلا أنا عندنا نائبة ومن جهتك نعم. كريمة تجاز ومن أعلى الأخلاق أنا شاهد لها بذلك. ما يهمنيش انتمائها لشكون الحزب النهضة ولا مش الحزب النهضة. هل تكلمت معها وهي مسؤولة عن المهاجرين؟ تكلمت مع عبد الفتاح الموري. هل تكلمت سامحني هل تكلمت مع بنت سي عبد القادر اللونيسي اللي هي كذلك تعرف ممثلة في في مجلس النواب؟ تعرفني وقالوا لي تو يتكلموا معي وكذا وكذبوا. لا هي انا نتكلم فيك على تعرفني جت مره مع بوها وبوها تعرفك شيء ثاني. هل كلمتها؟ هل تحاولت الاتصال؟ كلمتهم الكل وكلمت سحبي عتيق وكلمت شكون الاخر الدغمان هذاك دوختني والله. سحبي عتيق سحبي عتيق اي
يعني قعدت نلوج عتيق، معناها تحب تعطيه السنف كيما الخمر المعتق. خويا انا مولود في تونس ولا واصلي من الجنوب عتيق التونسي. عتيق إيه؟ انا مولود في تونس، نتكلم بالقلق. باهي مرحبا، مش مشكل، ما عندناش مشكله في تونس، ما عندناش مشكله مع القلق. نعم أيوة. ولكن المشكل ان اغلبيه المعارضه اللي هم في مجلس النواب. باهي تو انت مثلا عرفت مع عبد الوهاب الهاني. عبد الوهاب الهاني مش كان معاك لهنا؟ كان. ايش بيه؟ وينه؟ وينه؟ مش عنده حزبه؟ المجد والدنيا تقلبها في تونس. اي مجد؟ هو فما في حاجه مجد في تونس؟ هو خراب في تونس، كل الاحزاب اللي في تونس خراب. مش صاحبك كلهم اصحاب. سامحني، صاحبك كلهم اصحاب. باش نوري لك مره كلمه ما بيني وبين راشد الغنوشي. ايوه كلمته، علق علي المره الاولى، علق علي المره الثانيه، سبيته في المره الثالثه، قال لي سامحني سي احمد، راهو والله كنت في الترا ودخل تحت. أيوة. صدقته، قلت له سامحني يا سي راشد، راهي مشكلتي هنا مع مجموعتكم، راني ما عندي حتى اي انتماء ولكن ندافع. يا اخي اعملوا لي حاجه كمسلم، وندافع على الاسلام، وندافع. انا ضحيت الحمد لله وما زلت نضحي على الاسلام. والله العظيم من بعدها حتى اي شيء، حتى اللي ماتت امي، نهار اللي ماتت امي راشد الغنوشي لا ونكلمني وقال لي يعني عزاني في البركه فيك. هاو فيه الخير؟ شنو طلب منه؟ لا في الخير اذا كان توا نشوفه انا. لا بالحق مانيش فدلك. لا وقت عزاني الناس كل عزاني، ما نعزي فيهم انا، ما وقت يموت واحد نعزيهم ولا نكتب ولا بيه. ولا ديما مساندهم انا. أيوه. على ما يساندوش. حركه النهضه هي حركه انتهازيه، هم انانيين، هم ناس ما تعرفهمش حقيقتهم، ما تعرفش الحقيقه، هم ناس يعني ما لقيت لهم حتى خير. ما لقيت منهم حتى خير، وتونس ما تلقى منهم حتى خير. من شكون تلقى خير؟ ها الباجي ما فيهوش خير. لا الباجي مرزوق ما فيهوش خير. المرزوقي كيف كيف. نعم. يعني شكون اليوم اللي ان شاء الله يطلع لنا واحد اللي يكون فيه خير لكامل الجمهوريه التونسيه، حتى اولادنا ما عادش يحرقوا وما عادش يموتوا. لما ماتوش بالزطله والارهاب يموتوا في البحر. يا رجل يحشموا على ارواحهم. الأموال اللي يسرقوا فيها يعملوها مشاريع للشباب. يا سيدي نعطيهم فكرة، يلمدوا كل 10 من الناس ذو يعني مستوى عالي باك بليس، يا أخوي يعطيهم مشروع، يعطيهم شوية فلوس، هاك 10 من الناس استرزقوا يجوا في كل مكان في الجمهورية يلمدوا مك البلاد هذيك من منطقة هذيك. يا سيدي يعملوا لهم حاجات ويقول لهم خلصوا الدولة بعد 10 سنين، بعد 15 سنة أنجحوا وقفوا. هم لا، اولادهم وي، اولادهم احسن المعاهد، اولادهم احسن السيارات، اولادهم احسن. موكش وحدك، سامحني بالله مش نسالك سؤال، موكش وحدك اللي ما ردولكش الاعتبار وما اعترفولكش بالجميل. انا قلت لك حتى سامحني. من نهضه سامحني من خليني نتكلم، ما ردوا لهم. خليني نتكلم تفضل. تو مثلا سليم بقى ايه. معروف عند القاسي والداني وان وقف مع عده معارضين رغم ضعف وسائله، ولكن مسكين دافع وطاح على طول. صحيح. وتعذب ومرته جبروها على الطلاق. صحيح. القاسي حج لا اعتبار ولا اي شيء، هزوش حد. فما امور اللي ما بين سليم وما بين المعارضين كامله تحبوا في ايام بن علي بطبيعه الحال، كان هو يجيب لهم في الاخبار، وكانوا يتجمعوا النهضه والكل في داره. صحيح. والمعارضة نعم كان هو، أنا كنت نتجمع في داره. معروف نعم. وكانت آخر واحد اسمه نظام الدين عمار، نوري لك اللي كانوا يتقابلوا معاه حتى هذا من بوليس متاع السفارة تونس، وكانوا أيوة. يتقابلوا معاه. طيب شمين ما رد له حد الاعتبار؟ علاش؟ ومش هو وحده، راه كثير من الناس. الكاليتي نتاع سليم بقى يعني الخمر والكلام الفاسد والدنيا الكل ما تخليهش باش يحترموه والا يدخلوه معاهم، لان سليم وين يدخل ما ينجمش يتكلم بعقوليه الا من اشياء افسد من الناس اللي تسب في المناضلين وفي اللي يسبوا النهضه داخل الانترنت والفيسبوك و باهي. السيد احمد البرنامج اشرف على النهايه، ورغم ان يعني اشكرك على انك تكلمت بصدق ومن اعماق قلبك، لانه هذا موضوع يخصك انت مباشره، بجوارحك تتكلم يعني. فان شاء الله نتمنى على الله ان يجعل لك مخرجا. امين ان شاء الله. من حيث لا تحتسب. أمين. وان الله مع الصابرين. ماهوش انت باش نعرفك، لكن يعني هل هناك باب، وهذه اخر كلمه، يمكن ان يطرق حتى تتم مساعدتك؟
والله كل إنسان يحب يساعدني فأنا يعني يلقاني من الشاكرين بحول الله بإذن الله، ويلقاني من نحترمه وأنا منيش يعني أنت لست لئيما وأنا تنكر المساعدة، لكن وقتي أنا نعرفك وأنت أخويا ونحترمك وقدرك، وبعدين ما توقفوش معايا، أنا مضرور مضرور في رزقي، مضرور في 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 عائلتي، مضرور أنا السكنة عندي 6 شهور ما خلصتهاش، ممكن يخرجوني اليوم يعني غدوة، ما عنديش باش نخلص، ما عنديش باش نعيش. وقت يشدوا النهضة أي سيدي ونقول لك حاجة، فرحت حتى لو كان أنا نختلف معهم، فرحت على الأقل يحطني يحطوني حاجة في قنصلية ما دخلوش الناس اللي ما نظلوش وما ضحوش. أنا نوري لك اللي من الناس اللي مرتي وقت اللي طلقوا 800 امرأة اللي طلقها بن علي في وسط الواحد، مرتي مذكورة معهم، مرتي مذكورة من اللي تعذبت. آخر كلمة ما طلبتش من كريم عزوز كي كان قنصل عام وأنه على والله قبل. نقول لك كلمة في شخصية الرجل هذا، الله يرحم والديك ووالديه، شخصيا كريم عزوز نعم له كل حبي واحترامي، الشخصية الوحيدة اللي وقف معايا لأنه نعرفه إنسان طيب وعاولي. هذا على سألتك أنا. كريم عزوز يرحم والديك ووالديه ويرحم كل إنسان يعاون، مش أحمد الورغمي فقط، كل مضطر وكل مضطر وكل مضطر. هذه آخر كلمة، يرحم والدينا والديك. شكرا لك على قبول الدعوة ومرحبا بك سيد أحمد، ونتمنى على الله أن يعني يرفع عن كل هذا الضيم وهذه المعاناة. أمين بارك الله فيك. شكرا لكم وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.